كانت قصتي بلشت انه انا عرفت انه في عياده متنقله من مستشفى المطلع، رحت عملت فحص هيك يعني فحص روتيني، ما كان في ولا اي مشكله عندي ولا اي اعراض ولا شيء. فهناك الطاقم ساعدوني وحكوا لي انه في بدايه شيء، بس ريحوا لي نفسيتي وحكوا لي عادي. اول شيء تفاجات نفسيتي كثير كانت تعبانه، بعدين اعطوني دعم حكوا لي انه بدايه ونسبة الشفاء بتكون 98%. طبعاً فترة العلاج إنه الواحد لو نفسياً بيعاني من فترة العلاج، بس الحمد لله بتخطاها بالدعم بالقوة. الطاقم كان كثير داعم، الحمد لله تخطينا مرحلة العلاج وين كنا وين صرنا الحمد لله. كوني سيدة هذا لحاله كفيل إنه يخليني معرضة للإصابة، بس إحنا بدنا نحاول عن جد إنه نفكر بشكل إيجابي، إني أنا علي أفحص وأعمل الفحص كفحص روتيني كل سنتين مرة. قدمتوا لنا خدمة كتير إحنا محتاجينها، يعني كتير تعلمنا أفكار جديدة وشغلات إحنا ما كنا عندنا خبرة عنها. طبعاً الكشف المبكر أكيد ممكن إنه ينقذ حياة العديد من النساء ويوفر عليهم تعب وجهد كبير وعلاجات طويلة، والفريق ما شاء الله عنهم يعني بتعاملوا بكثير من الأسلوب ورحابة الصدر والانسيابية في العمل، وشكرا لكم لأنكم جيتوا علينا من مسافة بعيدة، وهذا بيسهل علينا أنه بدل ما نروح ونيجي على أماكن بعيدة علينا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها. مثلا احنا هسه في جنين في اجتياحات وفي مشاكل، لما توصلنا الخدمة لحد عندنا لباب بيوتنا ومجانية أكيد بيكون إشي بيساعد النساء وبيخدمهن. ريحونا بإشي كثير، هاي الأمهات بيجين بدون صعوبة، بتنزل الوحدة بتاخد بتعمل الفحص، وإحنا بنطلب كل سنة نعمل هذا الفحص الدوري. بنصح كل ست إنها حتى لو ما في أعراض ما في إشي تشيك حالها، تروح تعمل فحوصات، خاصة إنها الفرصة مهيئة لإلها. الإشي جاي لعندها ما هي رايحة للإشي. وصول الخدمة لعنا هذا كتير إنجاز عظيم، شكرا لكم عليه، ولا تكفي كلمات الشكر حقيقة يعني لكل المسؤولين عن الموضوع اللي بينفذوه واللي طرحوه واللي مولوه. شكرا لكم وبوركتم.